ما فيش حصل ان انا سهى علي، والسهو من الشيطان بس لا اكتر ولا اقل. انا ماشي لسنة عطر، عامل في ايه؟ والسهو من الشيطان بس لا أكتر ولا أقل. أنا ماشي لسنة عطر، عامل في إيه مثلا؟ يعني لا كلام ولا لها مثلا بداية ولا نهاية. أنت ماشي اتعزقت، هتعمل إيه؟ سموح وكل حاجة تبقى مجهزه، بس هي جت فجأة كده العطرة اللي جت فجأة. ما فيش، أنا بعتذر عن السهو. مش أول مرة طبعا. يعني ما قالوش، يعني جايز مثلا اللي بيكتبوا مثلا على الفيس ولا حاجة هم اللي بيكتبوا، أما اللجنة طبعا ما حدش قال لي حاجة. لسه أنا طبعا يعني يستدعون أروح مثلا أقعد معاهم ولا أشوف ظروفي ولا أشوف ظروفهم وكده. أتمادى في الغلط، واحد بيتمادى في الغلط يا أستاذ؟ طبعا لا، أنا لابد ما عندي شغل باركين إن شاء الله إن شاء الله. أنا بقول لك فجأة نسيت، أعمل إيه بقى؟ هي وأنا أقصد إن أنا أغلط هنا؟ طبعا لا.